مسك الختام راح يكون مع الفن والطرب الحلبي. صحيح، الفن والطرب الحلبي. مصطفى هلال اسم لمع صوته واسمه مو بس بحلب، بسوريا، وارتبط اسمه بمدينة حلب الشهباء. صوته يلي اكيد بيرن القدود الحلبيه، يمكن زينب معروفه صارت على مستوى العالم. ما راح نطول حكي، واكيد راح نستقبل ضيوفنا لليوم الفنان مصطفى هلال، واكيد نقيب الفنانين الحلبيين عبد الحليم الحريري. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. اكيد عازف القانوني يسعد صباحا. صباح الخير فيك راح ترافقنا. بدنا نصبح على حلب، شو بتصبح فورا؟ صباح الخير. صباح الخير. غني غني بدنا غني. ما صادق صبحية، ما طلعت الفجرية، سمر الدلال بيلبق إليك، وأنا العذاب كله عليا. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام، والله الليل ما بنام. قومي العبي جوز ولوز يا مطلقة ومالك جوز، قومي العبي بجوز ولوز يا مطلقة ومالك جوز، بيعي الفرشة وحويلك جوز، ليدا فيكي بالشتوية. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام، والله الليل ما بنام. وهالله الله يا جميلو يا عشيرة زماني، خصرك داخلي لعملو دون حيال زاراني. وقف جمل باب الدار، ولما شفت قلبي حتار، قلت لك يا ريتني جار طول عمري وزماني. يعني هي هي حلب، حلب القدود والطرب الأصيل. يسعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا فيك. يعني كيف حلب؟ كيف شايف اليوم حلب بعد 3 سنين من الانتصار؟ ما في أحلى من حلب. حلب المحبة، حلب المودة، حلب التجارة، حلب الاقتصاد، ما في احلى من حلب. نعم. اكيد. استاذه عبد كمان نرحب فيك. يعني هلا كانت معنا الفنانه الجميله سلوى جميل، وحكينا شوي عن الدراما الحلبيه، ويمكن انه شوي مرقت بصعوبات، وكانت يمكن مغيبه شوي عن الفترات هي. يمكن اخر عمل هو روزانا اللي حكينا عنه. بدنا نحكي عن نقابه الفنانين ودوره بحلب، وخاصه بهي السنوات اليوم ذكرى الانتصار. شو محضرين؟ شيء جديد بنعرف في تكريم، تحكي لنا عنه اكثر. نحن طبعا بالنسبه للدراما التلفزيونيه، حلب شوي تراجعت في المرحله الاخيره، خصوصا بعد الحرب، وحتى بعد التحرير اصبح من صعوبه التصوير في مدينه حلب، بسبب ان حلب كانت لوكيشن، يعني كحلب كمدينه كانت مواقع هي لوكيشن، كمواقع وكتراث وكتاريخ. بعد ما الخراب والدمار اللي سببوه الارهابيين في المدينه القديمه وفي اثارنا، اكيد يعني تغيرت طبيعه اللوكيشن تبعنا، وبالتالي أصبح التصوير في مدينة حلب شوي غير مرغوب عند الإنتاج. ورغم هالشيء فنانينا ما بقصروا، بيطلعوا أحيانا للشام بيشاركوا بمسلسلات، والمسلسل الوحيد اللي جانا لحلب هو روزانا. نعم. وإن شاء الله بتكون مسلسلات تانية، ونحن بنسعى جاهدين يعني أن يكون في أكثر من مسلسل، وعم نسعى إذا ما إجوا لحلب على الأقل يطلعوا الفنانين. هلا في مسلسل لرمضان كمان مكان كابوتشي إن شاء الله. هلا حارس القدس مكان كابوتشي عم يشتغلوا عليه هلا بحلب كمان. هذا كمان ان شاء الله يكون انتاج ضخم، وان شاء الله بيكون على المستوى العالي اللي بيليق بالمطران كابوشي. نحن طبعا كدراما في حلب يعني عوضنا شوي بالدراما المسرحيه. نحن خلال بعد التحرير نشطت الفرق الهوات جدا، وحتى فرق المسرح القومي. نعم. وانا بس بحط مؤشر بسيط اني في عام 2018 كان عندي في مسرح النقابه 160 عرض مسرحي. يعني 160 عرض من السنة. حلو. فهو نسبة كتير عالية في مسرح واحد. هذا الكلام
بأكد ان في معناتها حركه مسرحيه، هلا قد لا تكون بنفس المستوى والسويه اللي نحن نتاملها ومن الغبا. واخر نشاط مسرحي كان هو ايام حلب المسرحيه. نحن وطبعا كان في مختبر قبل للاخراج المسرحي كمان لمده فتره قامته مديريه مسارح والموسيقى بالتعاون مع المسرح القومي بحلب ومديريه الثقافه. هذا كمان انتج نتاج مسرحي جيد، و يعني على مدى شهرين كان في نشاط مسرحي. نعم. واخر واحد كان ايام حلب المسرحيه اللي انتهت من كم يوم، 15 شهر انتهت. كمان كان في 6 عروض مسرحيه شارك فيها نقابه فنانين، فرقه نقابه فنانين لاول مره بعد سنوات، بعد عشرات السنين، وفرقه المسرح القومي وفرق قواد. طبعا نحن كان مستوى فوق المتوسط حتى نكون صادقين، انا بحب النقد لنفسي قبل ما انقد غيري. نعم. ما كان بالمستوى المأمول لسبب اني ضعف الامكانيات اللي نحن عم نشتغل فيها، بس نحن نأمل دائما أن تكون نقطة الانطلاقة هي نقطة لدراسة الواقع، نقدر نحقق في المرحلة القادمة تطور لنكون إن شاء الله في السنة القادمة نقدم أيام مسرحية على مستوى عالي. طبعا هذا إضافة للنشاطات الموسيقية الكثيرة. نعم، يعني يمكن كثير بنقول انه خشبه المسرح هي بتنشط وقت الازمات لانه هي بتعبر عن هموم الشعوب. نحن قبل ما نكمل حديثنا معكم نشوف يمكن الكادو اللي عملتنا يا صارت جاهزه، صارت جاهزه الزينه، خلونا نشوفها اكيد كمان. الزينه ليكا صارت جاهزه، نشوفها، فينا نشوفها يمكن ايه؟ الكادو يلا فطلعت الكادو كان ارمين هاي الكادو اللي فيها شوكولا للولاده. هلا جيبي لي اصلا معك من تحت، جيب لك شوكولا بعد الهواء. لا بجيب لك فورا. يلا معلي ضيفة لزميلتي شوكولا لانه الصبح ما انا شربان. صحيح ما شربنا قهوه. شكرا كثير. شكرا هاسميك لك على الزينه والكادو الحلوه اللي من يمكن مواد متوفره بالبيت وبسيطه كمان. اكيد يعني اكيد بدنا نشكرها كثير ولا كل اللمسه الانثويه الحلوه. رح نرجع لعندك استاذ مصطفى. الاغنيه الحلبيه، لما نحكي حلبيه يمكن اعمال كثير اشخاص غنوا لحلب، اليوم كيف بتشوف الجهود اللي عم بتكون لتوثيق الغنيه الحلبيه؟ خلينا نسمع شيء هيك سريع يعني بذكرك بحلب. الاغنيه الحلبيه اكيد اللهجه هي اللهجه اللي بتعطي الاغنيه الحلبيه انتعاشها وروحها. يعني اذا ما كان حلبي بيغني اللون الحلبي ما بينجح. جربوا غير الحلبية انه غنوا اللون الحلبي، فاللهجة الحلبية اكيد بتأثر، ما كانت ضابطة اكيد. فاللهجة الحلبية ابن حلب هو اللي انا مو حافظة غير ابو اكيد وخيو وساوي وساوي. ايش بدك نسمع شيء لحلب؟ يلا سريعا هيك مقطع صغير. حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما غلب، حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما غلب، انت عندي بالدنيا بالمنى وعز الطلب، تسلميلي 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 يا حلب. قلعه وبوابه وسوره العز داير ما يدوره، قلعه وبوابه وسوره العز داير ما يدوره، ولمن بتلالي بدوره ما بيعجب العجب، تسلميلي 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 يا حرام. الله تفضل تفضل استاذ عبد الحليم. احنا لازم نقول ان حلب هي بوتقه للفن الشرقي كله العربي. حلب مرت عليها كل موسيقات المنطقه، فبالتالي انتجت بعدين موسيقاها، وانتجت الموشح الحلبي اللي مختلف عن الموشح الاندلسي، وانتجت الاغنيه الحلبيه والقدود الحلبيه. والقدود الحلبيه اللي طبعا مختصه بحلب، اللي هي بدت 300 ميلادي على يد القس افرام مرفرام، اللي بدي بموضوع القدود ليجذب الناس للكنيسه. انا بدي احب انوه هالنقطه ان اكثر من يمكن الناس بعشقوا حلب اهلها وغنوا لها، هن في حلب اكثر مدينه يمكن تغنى لها على مستوى العالم هي حلب. اغاني اللي انتجت لصالح حب حلب كانت كثيره، وحتى الحلبي بتقول له هلا طيب كثروا الاغاني لبقت ما بقدر الا بدي اعمل اغنيه لحلب. العكس نحن بنطالب يكثروا اكثر واكثر يعني. يعني اي حفله لا يمكن ما تغني حلب، اذا ما غنيتي شيء حلبي ما بتز... ما بيسلطن العالم. طب خلينا نعرف شويه مصطفى، في شيء جديد عم تتحضر له؟ يعني دائما بنسمع بنجي على حلب نحن بنتفاجئ الاصوات، كميه الاصوات الجميله ان كان من الصغار ومن الكبار، لكن ما كثير عم نشوف لهم اغاني خاصه او قليل بنشوفهم، يمكن اكثر شيء حفلات هن يمكن عم ينعشوا حلب وسوريا بشكل عام بالحفلات، لكن بشكل خاص اعمال خاصه لهم. طبعا الاعمال الخاصه اليوم
اكيد الوضع المادي اكيد مو هيك السبب. تماما فيمكن الامكانيات شوي محدوده. هلا في اغاني انا الحمد لله نشكر الله في كان استاذ مصطفى في مشكله عندك بالصوت، بس خلينا حدا من الصوت يجي يضبط له المايك للاستاذ مصطفى. انا بحاول النقطه هي بالذات، خلينا نحكي معك على النقطه بالذات. الانتاج الاغنيه يحتاج الى انتاج، ونحن طبعا في حلب في ضعف المادي والانتاج، وما عندنا جهات انتاجيه موسيقيه. نعم. يعني دراما انتعشت في حلب لما صار في جهات انتاجيه حلبيه تنتج في حلب. حاليا نحن لا يوجد لدينا في حلب جهه انتاجيه، فكل مطرب بينتج من ذاته اكيد من ماله الخاص. نعم. لذلك يعني انا بحب اقول اني ان شاء الله في بعض المطربين عم بيحاولوا جاهدين، ولكن هذا كله يعني على من جيبهم ومن مصراتهم، وهذا مكلف عليهم طبيعة اني ما في عندنا شغل بحلب، فبالتالي حتى قدرة المطرب المادية ضعيفة. فكتر خير الله اللي في مطربين لسه عم بيعملوا منهم استاذ مصطفى عين الثلاثة طبعا خاصة بالاغاني اكيد ملحنين حلبية كبار استاذ فتحي الجراح بدنا نشكركم كثير بختام صباحنا غير لليوم. للاسف عم نعاني مشكله للصوت من سوء حظنا، يعني المايكات ما بعرف في مشكله. بدنا نشكركم كثير الاستاذ عبد الحليم الحريري وحضرتك نقيب الفنانين في حلب، واكيد مصطفى للفنان الكبير يلي بنفتخر بصوته الحلبي. شكرا كثير لكم، واكيد للعازف القانون اللي كان موجود معنا، اهلا وسهلا فيك. انا بدي اتشكركم كمان، بدي اقول دائما هيك يعني نحن بنفرح بالاصوات الحلبيه، ودائما بس يقولوا صوته حلو بيقولوا اصله حلبي. شكرا لوجودكم معنا، شكرا لكم.